مساء الخير عليكم، تحياتي لكم جميعا. انا منى ابراهيم، بصور لكم النهارده احتفال الهالوين من احد عواصم الاتحاد الاوروبي، هي فيينا عاصمه النمسا. اللي انا مثبته عليه الصوره دي اكبر طاحونه في الاتحاد الاوروبي، وزي ما احنا شايفين هي بتبقى عباره عن اوض دي بتتاجر لعشاء وحاجات كده. يوم احتفال الهالوين هنا اللي بيحصل بالظبط، هو مش فارق معاهم هالوين والكلام الفارغ ده، هو بيبقى حاجة تجارية. حاجة تجارية. المكان اللي بيكون فيه الملاهي في كل مكان في العالم هو تابع لأرض الحكومة أو تابع لأرض المحافظة، فاللي بيحصل إن بيتم تأجير هذا المكان من كل المحلات الخاصة، لكن إلا يوم الهالوين ورأس السنة بالمحافظة هي اللي بتعمل ستوب وبتقول الإيفنت ده عندي. هصور لكم الاحتفال بيتعمل فيه إيه. بيجذب ناس من جميع أنحاء أوروبا، وفي ناس بتجيله مخصوص كمان من الخليج. اللي احنا شايفينه ده ترتيب من المحافظة يا جماعة. احتفال الهالوين اللي احنا شايفينه ده ايفنت بتعمله البلدية. كل اللي احنا شايفينه ده مكلفة البلدية، يعني زي ما يكون عندنا مثلا ملاهي المعمورة، ملاهي دريمرند، معمولة اصلا على ارض المحافظة. هو موضوع تجاري بحت طبعا، مجرد الناس كلها بتعرف ان في ايفنت معمول. هي اوروبا محافظات للايفنتات، بتقضي اليوم بتدفع فلوس بالهبل.
العروسه اللي احنا شايفينها دي لازم يحرقوها، بتتحرق كلها بعد ما بتعمل شو هنا على الستيج اللي احنا شايفينه ده كله. فاير وورك بقى وحاجات مرعبه، بعد كده بيحرقوا العروسه دي. كل النشاط اللي احنا شايفينه ده مجانا، الجماهير بتيجي تحضر هنا زي ما صورت لكم، مساحات مفتوحه، بتخشوا من باب الملاهي. في ناس معهاش فلوس علشان تدفع للالعاب اللي احنا شايفينها، مش مشكله، المحافظه بتسمح لهم يخشوا المكان يتفرجوا يستمتعوا يحتفلوا يتمشوا في وسط الناس. زي ما احنا شايفين الناس اللي لابسين السترات الصفراء، ودي احد الشركات الخاصة اللي دايما بتأمن كل الايفنتات، اللي دافع تكاليف ومصاريف الحاجات دي كلها هي المحافظة وليس افراد وليس حاجة خاصة. وطبعا الفلوس اللي بتدخل مهولة. ليه بوريكم الايفنتات دي؟ علشان بس نعرف كنموذج المحافظات والدول بتعمل ايه علشان عامة الشعب. كل الشباب اللي انتوا شايفينهم دول ما تكلفوش فلوس خالص، اللي معاه يقدر يعمل حاجة، يشترك في اي لعبة، يلعب ايزوكي، اللي معهوش عادي جدا بيقضي يوم بيسهر بيحتفل زيه زي بقية الناس.